أهلا بكم في قرية كوبيلين بورزيمي في شرق بولندا والتي يقطنها 3500 نسمة. هنا لا يوجد شك في من يدعم السكان في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، إنه المرشح اليميني جاروسلاو كاتشينسكي الذي نال في الجولة الأولى 86% من الأصوات في هذه المنطقة. نحن هنا منذ أجيال ونصوت دائما للمحافظين، إضافة إلى أن كاتشينسكي كاثوليكي ملتزم ولذلك ينال الدعم القوي. منطقة بودلاكيا هي قلب صناعة الأجبان والألبان في بولندا وأحد أفقر مناطق البلاد، وإبان حكم الرئيس الراحل الذي قتل في حادث تحطم طائرة، كانت بولندا تجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي للحصول على مساعدات بقيمة ملياري يورو لتنمية هذه المناطق. الأموال المستثمرة حاليا في شرق بولندا شيء يمكن للناس هنا ملاحظته وهم ممتنون لذلك. على بعد 200 كيلومتر في ويلانو إحدى ضواحي وارسو الأمور مختلفة تماما، منطقة من المباني الحديثة تسكنها طبقة الأغنياء الجدد وهي معقل المرشح الليبرالي برونيسلاف كوموروفسكي. سكان هذا الجزء من الضواحي هم من الجيل الجديد، يعملون في الشركات أو لمصالح مستقلة وهم منفتحون على كل شيء يتعلق بالدول الأجنبية. إنهم منفتحون على العالم الخارجي وفي الوقت نفسه يشككون باستبدال رئيس بشقيقه التوأم. سبق وأن حصلنا على كاتشينسكي، الآن نريد تغييرا في بولندا، ومع كوموروفسكي سنتجه إلى مراع جديدة. الانقسام الحاد يعم كل أنحاء البلاد، ومهما كانت نتائج الرابع من تموز يوليو فيبدو أن الانقسام مرشح للاستمرار في بولندا.